حقيقة أنا توقفت بهذه الرسالة كثير قبل لا أكتبها. أمر معيب ومشين بحق الحكومة الموقرة أن يصدر قانون من 2014 إلى اليوم لم ينفذ. ألا وهو الهيئة العامة للطرق. هذا القانون في حقيقته كان مشروع حكومي وأعضاء واقتراحات من الأخوة الأفاضل الأعضاء في المجلس السابق، صدر إلى اليوم لم ينفذ. ليش؟ لأن كل وزارة ممتنعة عن نقل الإدارات للهيئة. يبقى على وينكم هذا النقاش وهذا الامتناع وهذه الأمور تكون أثناء نقاش القانون المشروع قبل لا تقدمونه يا حكومة. هذا يكون في مجلس الوزراء، هذا شدل أمر مشين ومعيب، يدل على سطحية النقاشات، اعذروني على الكلمة أخواني الوزراء، في مجلس الوزراء ماكو نقاشات. لو كو نقاش هذه الأمور تختلف عليها قبل، لكن ما يختلف عليها بعد صدر القانون. هذا القانون العام الماضي توقفنا في لجنة الميزانيات في المادة 10 في لا ميزانية للهيئة، لها ميزانية، وقفنا تساءلنا كأعضاء هاي الفلوس شلون نعطيها للهيئة؟ ما في أحد من يشتغل فيها، أكثر من 500 مليون. وبالتالي دعينا رئيس مجلس الوزراء والأخوة الأفاضل كلهم رئيس يؤنى باللجنة، دار نقاش. يا جماعة هذا الآن القانون صار له 4 سنوات، الآن دشينا احنا بندشر السنة الخامسة، ليش منتم قادرين تنفيذه؟ قلنا أنا بصراحة إنه والله احنا راح نقدم اقتراح بقانون لإلقاء الهيئة. قال رئيس الوزراء انتم ما تبون احنا ما نبيها. الان هذا مضى على حديثنا وعلى لقائنا وعلى اجتماعنا سنه بالضبط، كان العام الماضي بشهر 3، احنا الان بشهر 3 ما صار شيء بالهيئه. ولما دعيناهم الاسبوع الماضي دعينا الحكومه نفس الكلام، الجهات كل جهه كل وزاره ممتنعه. يبقى شلون بتطبق القانون؟ وأنا راح أشوف الآن تصويت الحكومة اليوم على هذه الرسالة، هل تصوت بالرفض ولا والله بالقبول. ولذلك أنا أعتقد أن الأمور القوانين إذا تصدر يجب أن تحترم وتنفذ، وهذا استخفاف بالدستور واستخفاف في المجلس. وبالتالي تقدمت بهذه الرسالة بطلب بتكليف اللجنة التشريعية بتقديم دراسة الاقتراح المقدم منا من العام الماضي. احنا مقدمينه 19/3/2017 من الاخوة الافاضل عادل الدمخي، وليد طبطبائي، عبد الله فهد، جمعان الحربش، وانا من العام الماضي. وبالتالي على هذه بإلقاء الهيئة لان الحكومة عاجزة عن تنفيذ القانون، عاجزة. وهذا أمر مؤسف وحزين في قانون إنه والله عاجزين. شنو الامتناع وشنو السبب إنه والله كل وزير متمسك في إداراته؟ يبقى على وين المادة 123 من الدستور إن رئيس مجلس الوزراء يهيمن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويشرف على سير العمل. والله هذا وين شلون اسراف على سير العمل وانتم عاجزين عن تنفيذ القانون؟ وبالتالي انا ما لوح ولا اهدد، لكن لا تضطرونا ان نستخدم ادواتنا في ظل عجزكم وتقاعسكم.
يوافق المجلس دقيقتين. تفضل أخ عبدالله. سؤالي على الأخوة الأفاضل في اللجنة التشريعية أن يقدموا دراسة هذا الاقتراح ويقدمون لنا تقرير فيه خلال أسبوعين حتى ينظر المجلس ويقرر فيه. والأمر للمجلس، المجلس يرغب أنه والله على الشيء هذا الخمال وأنه يترك الأمور على ما هي عليه كيف، لكن أنه والله أنا ما أستطيع أن أرضى ولا أقبل في هذه الأمور، ما أقبل أنه يستخف مجلس، ما أقبل أن تنفيذ القوانين على مشتهى الحكومة، خاصة أن الحكومة كانت أحد مقدمي هذا المشروع. وبالتالي إذا أنتم مقدمينه يفترض أن درستوا دراسة عدلة يستوفر أن كل المشاكل اللي فيه كانت تعالج من قبل لكن ما تعالج. لكن مع الأسف الشديد كشف لنا هذا القانون والله كيفية إدارة العمل في مجلس الوزراء والسطحية اللي تناقش فيها أمور البلد. شكرا لك رئيس.